الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامجكم برنامج النجوم، البرنامج اللي بيتكلم عن أصحاب وأحباب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن الأذن تعشق والعين تستأنس وتفرح بسماع أخبار ومشاهدة ومتابعة كل كلام يتعلق بسيد الأنام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والشخصية العظيمة اللي حنتكلم عنها اليوم، النجم الكريم من النجوم اللي هي في سماء قلوبنا وفي سماء أرواحنا من أصحاب النبي المصطفى. شخصية حصلت لها مواقف حقيقة صعبة مرت بها، لأن القرآن نزل في شأنها. الصحابي اللي حنتكلم عنه اليوم كانت آية وقول المولى سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا كانت فيه، ألا وهو ربما الآن بدأ بعضكم يتعرف عليه أكثر. حنتكلم اليوم عن سيدنا كعب بن مالك. يا ترى هل الناس يعرفون أن الثلاثة الذين خلفوا، الأول هو مرار بن الربيع، والثاني هلال بن أمية، والثالث هو كعب بن مالك؟ حنشوف وحنرجع نتواصل. ما أعرف صراحة. ولا تعرف شيء يعني؟ لا والله أول مرة. الله للأسف ما أعرف. لا ما أعرف للأسف. ما أعرف والله. سؤال صعب شوي. ما في مساعدات؟ اتصال بصديق؟ ما فيش اختيارات؟ اختيارات ما فيش؟ ما بعرف صراحة. حياكم الله، سمعنا مجموعة من الآراء. المهم عندنا إنه إحنا نتعرف أكثر وأكثر على سيدنا كعب بن مالك اللي بايع النبي المصطفى في بيعة العقبة الثانية، واللي شهد المشاهد كلها مع النبي المصطفى ما عدا مشهدين لم يشهدهما: المشهد الأول وهو بدر، والمشهد الثاني اللي حيكون جزء منه كبير مخصص في حلقتنا، ألا وهي غزوة تبوك. القصة اللي أنزلت قرآن في سيدنا كعب بن مالك، المعاناة الشديدة اللي عناها، أنا أظن ربما تحمل ما لا تتحمله الجبال من شدة الصعوبات اللي مرت عليه في غزوة تبوك. لكن الموقف الأول هو يقول فيه عن نفسه في بدر أنه النبي صلى الله عليه وسلم خرج للعير ولم يخرج للقتال، ولذلك النبي المصطفى لم يلم أحدا في الخروج، ويقول عن نفسه: لقد شهدت من بيعة العقبة مشهدا ما أحب لي به حتى مشهد بدر. يعني المشهد اللي شهدته أنا في بيعة العقبة أحب إلي من مشهد بدر، وإن كان مشهد بدر بين الناس أكثر ذكرى. بالنسبة لي الموقف اللي بايعت فيه النبي المصطفى كان موقف جدا عظيم عندي. سيدنا كعب بن مالك هو من أحد ثلاثة شعراء يعتبروا من أعظم الشعراء حول النبي المصطفى. إذا ذكر الشعراء مباشرة يذكر سيدنا حسان بن ثابت، لكن ينبغي أن نعرف أنه كذلك مع سيدنا حسان من الناس الذين كانوا ينافحوا عن رسول الله ويدافعوا عن رسول الله وعن الدين، وكان يفرح بذكرهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كذلك سيدنا عبد الله بن رواحة، وكذلك سيدنا كعب بن مالك، وهو الذي كان كذلك أحيانا يمتدح النبي المصطفى، وله بيت جميل يقول فيه: إن الرسول شهاب ثم يتبعه نور مضيء فاق على الشهب. يعني هو فوق كل الشهب، هو أعظمهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تتخيلوا إنه ببيتين جعل قبيلة كاملة تسلم، كما ذكر ابن سيرين يقول إنه عندما ذكر بيتين انتشرت هذه البيتين بين دوس، فقالوا: هيا بنا نسلم حتى لا يحصل لنا ما حصل لثقيف. يا ترى ما يعني هذين البيتين؟ قال فيهم: قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أغمدنا السيوف تخبرنا، في رواية تخيرنا، ولو سألت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفة. ما أن انتشرت هذين البيتين إلا وقال الدوس: اجعلونا نسلم قبل أن يحصل بنا ما حصل من ثقيف. حتى نعرف كلام النبي المصطفى عندما سأله كعب ابن مالك عن الشعر وعن قوله. الشعر وخصوصا كلكم يعرف قول الله سبحانه وتعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون.
هذه الآية وأمثالها جعلت بعض الشعراء يتوقفوا، فسألوا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن شعرهم وعن كلامهم، ويخشون على أنفسهم أن يكون شعرهم ممن يكون في طريق الغواية، فقال لهم النبي المصطفى: إن الجهاد يكون باللسان وبالسيف. مثل ما في جهاد بالسيف كان كذلك في جهاد باللسان، وكان النبي المصطفى يستحثهم على الجهاد باللسان ويقول لهم: وإن كلامكم وقعه عليهم أشد من نضح النبل، يعني أشد حتى من رمي السهام. كيف بعض السهام لما تخترق الصدر وكيف ألمها، فإن بعض الكلام من قوته قد يكون أشد حتى من وقع السهام عليهم. يا جماعة، بعض الكلام قد يقيم دول ويقعد دول، بعض الكلام، بعض الأشعار، بعض المعاني قد تهز كيانات بكاملها، للذي يعرف قيمة ومعنى الكلمة. ولذلك كان يربي هذا الأمر فيهم النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كعب بن مالك هو الذي كان يذكر حديث ربما دائما نتناوله فيما بيننا، وربما البعض لا يعرف أن الذي رواه سيدنا كعب بن مالك هو الذي روى ذلك الحديث الجميل في وصف النبي المصطفى. قال: كان إذا سره أمر، واسمع هذا الوصف الجميل في النبي المصطفى، كان إذا سره أمر استنار وجهه كأنه قطعة قمر. النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وجهه قطعة قمر عندما يستنير وعندما يتبسم. كان إذا تبسم خرج النور من بين الثنايا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا مهما تكلمنا عن جمال النبي المصطفى فلن تكفينا فيه الحلقات الطوال، لكن عموما هو روى لنا هذا الحديث اللي ما زلنا دائما نستأنس بسماعه عن جمال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا شك أنه هو أضوى من القمر، مثل ما قال سيدنا جابر عندما كان يقول: كنت أسامر رسول الله فأنظر إلى رسول الله، وأنظر إلى القمر، وأنظر إلى رسول الله، وأنظر إلى القمر، فوالله لوجه رسول الله عندي أضواء من القمر. ما أجمل وما أشد جمال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا كعب بن مالك هو من بل هو أول من بشر بحياة النبي المصطفى في غزوة أحد. انتشر في غزوة أحد وفاة النبي المصطفى، والإشاعة هذه أراد بها المغرضون تثبيت عزيمة الصحابة حتى يحصل النصر للأعداء. فكان أول من شاهد النبي المصطفى وهو في كامل عافيته كعب بن مالك، فبشر وصاح أن رسول الله بخير، أن رسول الله بخير. فقالوا له النبي المصطفى أن اصمت، وناداه فأعطاه لامته الصفراء، وأخذ لامة كعب بن مالك، وقاتل كعب بن مالك في غزوة أحد أيما قتال، حتى أنه جرح 14 جرحا، فكان ينزف دما، وكان خرج منها بجراح شديدة، كلها هانت لكونها لأجل المولى سبحانه وتعالى. حتى نعرف أن ما حصل منه بعد ذلك في غزوة تبوك لم يكن تخاذل بقدر ما كان هو تسويف، وندم على ذلك أشد الندم. يا ترى ما الذي حصل في غزوة تبوك، وما الذي جعل القرآن ينزل على سيدنا كعب بن مالك؟ كيف فعل الصحابة، وكيف كان موقف رسول الله، وما هي أخبار زوجته وزوجات الذين خلفوا معهم؟ أحداث كثيرة حقيقة كانت كلها صعبة، حتى إنه الخبر وصل إلى ملك الغساسنة فأرسل إلى كعب بن مالك. يعني والله إنها أحداث وابتلاءات كانت جدا صعبة. طبعا غزوة تبوك للمعلومية هي يكاد أن تكون هي من أصعب الغزوات، مع أن سبحان الله ما حصل فيها قتال. طيب ليش؟ لأن كانت في شدة الحر، ولأنه كانت يعني في مسافة بعيدة جدا، يعني كانت لما كانت الخندق أو كانت يعني الطائف أو حنين كانت كلها قريبة، لكن تبوك ذات مسافة بعيدة، وحصلت فيها مواقف صعبة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم استنفر الصحابة أن يتبرعوا لله ولرسوله. ففي تلك الغزوة جاء سيدنا أبو بكر بكل ماله 4000 دينار، فقال له النبي المصطفى: ماذا أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يا الله على تلك القصة، رجل يعني يخرج كل ما معه من مال ولا يبقي لهم شيء، لأن قلبه مطمئن إنه الرزاق واحد اسمه الله تعالى في علاه، وأن الذي رزق الطير
في سمائه والسمك في بحره لن يدع أهلي أبدا، فسوف أقدم المال كله من أجل الله ومن أجل رسول الله. ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ أبقيت لهم الله ورسوله. ويأتي بعد ذلك سيدنا عمر بنصف ماله ويقول له يا عمر ماذا أبقيت لأهلك؟ فيقول أبقيت نصف مالي. ويأتي سيدنا عثمان بن عفان ويجهز ثلث الجيش. هم خرجوا قرابة 30,000 صحابي خرجوا مع النبي المصطفى، يعني غزوة كانت كبيرة بكل ما تعنيه الكلمة، وكان فيها استنفار كبير من النبي المصطفى لأصحابه. فسيدنا عثمان تكفل بتجهيز ثلث الجيش، وفوق هذا تبرع 10,000 دينار، حتى قال النبي المصطفى وأعلن ذلك الإعلان في سيدنا عثمان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فكانت يعني كل الصحابة استنفروا أنفسهم، وجاءوا فيها البكاؤون. مين هم مين البكائين؟ تعرفوا مين البكائين؟ لما تسمعوا كلمة البكاؤون هم اللي جاءوا إلى غزوة تبوك وطلبوا من النبي المصطفى أن يحملهم، لأنه فقراء ما عندهم لا زاد ولا عندهم خيل أو دابة تحملهم. فقالوا يا رسول الله أحملنا، فقال لهم النبي المصطفى لا أجد ما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض من الدمع رضوان ربي عليهم أجمعين، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك تدارك بعضهم. سيدنا العباس أخذ مجموعة، وسيدنا عثمان أخذ منهم مجموعة، وما زالت تتواصل وتتوالى معنا أحداث غزوة تبوك. وسوف يأتي ويبرز لنا موقف كعب بن مالك. حنروح لفاصل قصير وحنرجع حنتواصل وحنعرف خبر كعب بن مالك في غزوة تبوك.